الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يحق لي أن أعطي إخواني أو أخواتي سلفة من مال أيتام عندي علما أنهم يسددون بالوقت المتفق عليه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الولي لا يجوز له أن يتصرف في مال اليتيم إلا بالأمر الذي تعود على اليتيم وماله مصلحته، فأي تصرف يتصرف به الولي في مال الأيتام بما لا ترجع مصلحته لا على المال ذاته ولا على اليتيم نفسه فإنه يعتبر من التجاوز ومن العدوان ومن التصرف الذي لا يجوز شرعاً، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تقرض أحدا من مال هذا اليتيم، ولا يجوز لك أن تتصدق بشيء منه إلا إذا كان شيئا يسيرا لا يتغابن الإنسان بفقده أو تلفه وضياعه، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تقرض إخوانك من أموال الأيتام حتى وإن علمت أنهم يردونها، وإنما تقرضهم من مالك الخاص، لأن إقراض الغير ليس من التصرفات التي ترجع مصلحتها لا على مال اليتيم، لأن المال سيرجع كما هو من غير زيادة، ولا على اليتيم نفسه مع ما فيه من تعريض مال اليتيم للخطر العظيم، فإن المقترض قد يفلس وقد يماطل في السداد، والنفوس تتغير، وأمين اليوم قد يكون خائن الغد، فلا ينبغي المخاطرة في مال اليتيم بإقراضه مطلقا، وعليك أن تتقي الله عز وجل في مال الأيتام وأن تحرص على المحافظة عليه. وإنما أجاز العلماء رحمهم الله تعالى للولي أن يتجر بمال اليتيم في نوع من أنواع التجارة يعلم يقينا أو يغلب على ظنه على الأقل أنها من التجارات الرابحة، والله أعلم.